كنقلب على الاخ ديالي رشيد عناب من مواليد 1983 بمدينة المحمدية، اللي تغيب هذه مدة عام ونص. هو مريض بإعاقة ذهنية ومرا مصاب بمرض الصرع. تغيب بدون ما واحد ما عيرو ما والو مهلين فيه، تا خرجو مشى ما عرفناه ما. ومن هاد المنبر ديال شوف تي في تناشدو اي واحد شافو ولا تعرف عليه يتصل بينا، ولا يتصل بهاد الناس ويعلمنا بيه. وهو يتيم الوالدين وحنا اللي عنده دابا في هاد الدنيا، والله سبحانه وتعالى. الشكل ديالو خويا راه نعطيكم الصوره ديالو، ما نعطيكش المواصفات ديالو. عندنا الصوره ديالو، هو من مواليد 1983 ومصاب بالصرع، وما تيعرفش يعبر على راسه، يقول لهم انا من المحمديه ولا سميتي ولا كنيتي بحال هكذا. وكنتمناو اللي شافوه ولا عرفوا بحالو كيتصل بينا، ولو اي يقول لينا فين حنا نمشيو ليه فين ما كان. ماشي توحشنا بزاف كاع بزاف، تيتصلوا ولكن اكثر يا بنادم ما تيبغي يتفلى ولا كيتمازح ولا شي حاجه. قدرك تتصل بك حتى لوحده الليل كاع، وحده الليل وتبدا يعطيك شي مواصفات، يقول لك ها هو هنا داز من هنا وصافي. يتصلوا بينا خويا بالتليفون، التليفون وحنا راه غنديروا التصويره ديالو والنيميرو اللي عارف الله يرحم بها الوالدين، خصوصا في هذه الوقيته اللي حنا فيها تنعيشوها في هذه الكورونا. دابا المغرب راه كامل خو الدروبه والزناق، يعني ساهل باش غيشوفوا ويتعرفوا عليه. ان الاخت ديال رشيد اللي اختفى نهار 30/10/2018، اللي خرج بلا سبب، هو مسكين معاق ذهنيا وعنده داء الصرع ما كيعرفش، وخرج يمكن حنا كنشكو ركب في شي طوبيس ولا شي حاجه وخرج على المحمديه. اما كون بقى في المحمديه الناس تقريبا كلهم كيعرفوه، كلهم كيعرفوه، هو تا هو كيعرف يخرج ويرجع ويمشي ويجي. وكنتمنى ودرناه في نداء جوج المرات وبلا نتيجه. مشينا اللي قال لنا في شي مدينه كنمشيو وما كنلقاوش. ودابا في هاد الظروف ديال هاد الوباء، قلنا يعني يكونوا الدروبة دابا خواو من الناس، واللي مضر وما عندوش فين يمشي راه غيبان. والتجأنا لهاد القناة ديال شوف تي في، الله يجازيهم بالخير، بغيناهم يعاونونا الا شافوه الناس في شي قنت ولا في شي بلاصة، ولا شافتو السلطات في شي بلاصة، ولا داوه لشي بلاصة مع الناس اللي متخلى عنهم، يعلمونا به. الله يرحم الوالدين. هو ظريف، هو مسكين ما كيدير حتى حاجة، هو هنا عزيز على الناس، الناس كلهم رادين ليه البال، حنا كاع حنا خدامين وكنخليوه في الدار، وكيبقى ما كيدير حتى حاجه، كيخرج كيسد الباب وراه كيرجع، زعما ما كيدير شي حاجه اللي خايبه. ما مزيان هو، يا مزيان، وحنا متبعين ليه التريتمون ديالو ديال الطبيب، متبعين ليه الدواء، متبعين ليه كلشي، زعما عادي عادي جدا. وكنتمنوا الناس اللي شافتو، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، يتصلوا بينا على هاد الارقام اللي غنوريوهم دابا ويعلمونا. الله يرحم الوالدين، يعاونونا في هاد السيد باش نلقاوه. السلام عليكم، الاسم ديالي عناب المهدي، كنقلب على الاخ ديالي سميتو عناب رشيد، اختفى في شهر 10 نهار 12/2018 في ظروف غامضه، وقلبنا عليه شحال هذه، كيجيونا شي معلومات عليه، ولكن ملي كنمشيو نقلبوا عليه ما كنلقاوهاش صحيحه. ودابا كنقلبوا عليه حتى هنا المنبر ديال لا شوف تي في، لعل الله يدير شي خير ونلقاوه. كل شيء ممكن، ودابا اصلا في هذه الفتره كل شيء ولا باين، ولات الامور باينه، فهمتي. هو دابا اصلا ما عندوش الملجا ديالو، كنقولوا حنا ما عندوش الملجا ديالو، الا شافوا شي واحد راه غي، ولا الا كان عاد شي واحد راه يتصل بينا ولا يؤدي يقول للسلطات وراه تاخذوا فيه امور مزيانه.